ورحمة الله وبركاته. ترابوتو دابت البرتوتا وكين جماعة البرتوتا ومهيمني
Guna kami kurang berjalan, apa ni umur A mandalagari sa, mungkin mahu tu ni sih halah harga amat di sini kita jadi kau berjalan. Iftar magalah kena kan terbukti bicara tu. Nyata namu tu tipu lama, apa tu kau pesen? Nyata namu tu tipu lama. Apa ni kau ni? Apa ni tu berkuasa kau ni? Usul jalan lari, usul ani tu berhenti dah ini. Injeri ofis ani tu nyata namu tu tipu lama. Apa tu kau pesen ni? Allah rahmat kau. Allah rahmat kau. Dapat akan angka bahagian, dapat akan angka bahagian, dapat akan ufturat arbun wangun pada kuni cara ada aku semua sih mau berdasa wan akan ubah ikan jadi sini jadi bagi sini ufturat ufturat fusi sun dirka makina kalau makan aku harus apa kalau mari aku boleh kalau china dapat itu hati bukir hingga aku iya apa sudah kamu china dapat sudah kamu wan dan dia menggerakkan ini kamu hingga isani dapat kesi jadi bagi sini ini utuh sudah kamu mana jenna ayo tak kamu Jasa kamna, ulama kamna. Agar semua terus selir itu makamna, betul betul itu makamna. Dan kunjungan itu berfaedah ini. Kenapa dapat agama itu be? Wanggari, wanggari, wanggari. Rasanya nama gari bau sudan dalam tu. Jangan sudan ibu. Sekarang tu pelatihnya nama Furing Kangkupa. Ahlam Biki, Yukin Ahlam Biki. Kecuali kopi sudah pas bawah ini. Jadi kalau pemangkar asal itu macam mana, jurnal itu orang tu bawa pakai tu, orang tu kau bawa ini jadi jalan tak ada asal apa ni jurnal itu ni. أحلم بك وفية أمينة صادقة متصدقة أحلم بك صابرة محتسبة تائبة منيبة أحلم بك ذاكرة شاكرة داعية واعية أحلم بك مربية للأبطال ومصنع للرجال أحلم بك راعية للقير حافظة للنثل أحلم بك غيورة على المهاري بعيدة عن المهرمات هل تريدين أن تكوني سعيدة؟ نعم أم لا؟ ما السعادة؟ هل السعادة في المال أم في الجاه والنسب؟ إجابات متعددة ولكن دعونا ننظر إلى سعادة هذه المرأة اختلف رجل مع زوجته فقال لأشقينك فقالت الزوجة بهدوء لا تستطيع فقال لها كيف ذلك؟ قالت لو كانت السعادة في مال لحرمتني منه أو في حلي لمنعتها عني ولكن لا شيء تمتلكه أنت ولا الناس إني أجد سعادتي في إيماني وإيماني في قلبي وقلبي لا سلطان لأحد عليه إلا ربي هذه هي السعادة الحقيقية سعادة الإيمان ولا يشعر بهذه السعادة إلا من تغلغل حب الله في قلبي ونفسه وفكره فالذي يملك السعادة حقيقة هو الواحد الأحد فاطلبي منه السعادة بطاعته عز وجل إن الطريق الوحيد لكسب السعادة فإنما هو في التعرف على الدين الصحيح الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن عرف هذا الطريق فليس يدره أن ينام في أفوف أو يتوسد الرصيف أو يكتفي بكسرة كبد ليكون أسعد إنسان في العالم أما من دل عن هذا الطريق فأمره أحزان وماله حرمان وعمله خسران وعاقبته خذلان إننا نحتاج إلى المال لنعيش ولكن هذا لا يعني أننا يجب أن نعيش لأجل المال لا لصرف عمرك في التوافد من حب للانتقام مجادلة لا خير فيها نعم لبسمتك الجميلة التي تبني الصداقات الشرعية وتذهب الأحقاد لا لتتبع أخطاء الآخرين واغتيابهم ونسيان عيوب النفس نعم لكلمتك الطيبة التي تبعث الحب وترسل المودة للآخرين لا للانهماك في ملاذ النفس وإعطائها كل ما تطلب وتشتهي نعم
بصدقة متقبلة تسعد مسكينا وتفرح فقيرا وتشبع جائعا. لا لضياع الأوقات مع الفارغين وإنفاق الساعة في اللهو. نعم لجلسة مع القرآن تلاوة وتدبرا وعملا وتوبة واستغفارا. لا لإهمال الجسم والبيت من النظافة والروائح الزكية والنظام. نعم لكثرة الذكر والاستغفار وإدمان الدعاء وتصحيح التوبة. لا لتذكر مصيبة مرت أو كارثة سبقت أو خطأ حصل. نعم لتربية أبنائك على الدين وتعليمهم السنة وإرشادهم لما ينفعهم. لا لنسيان الآخرة والعمل لها والغفلة عن تلك المشاهد. نعم للحشمة والحجاب الذي أمر الله به وهو طريق الصيانة والحفظ. لا لإهدار المال في المحرمات والإسراف في المباحات والتقصير في الطاعات. نعم 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 لصحبة الخيرات ممن يخافن الله ويحببن الدين ويحترمن القيم. نعم لبر الوالدين وصلة الرحم وإكرام الجار وكفالة الأيتام. نعم للقراءة النافعة والمطالعة المفيدة مع الكتاب الممتع الراشد. وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. جنون تنوان هدو وان هدو أجايبا كواتني تنين قدباتني جراني وان هدو أموي من حالا جايباتين كاري برسيسي لنجيسي تنجي تنين قدباتي تنين نوتي منو سورة ترقما كناف مو كناف تجوانا هاقي رارغي تن هاقا قودا هاقا فتجوانا وان دي ورطنون جي سبورتي ليز ديزرتو كوبرا مارشال آرت كلب قوما شكرشيكو ملما نوكنني تنين جراني galatoma ufada kabajama woyoma woroma jinnan akasuma sibo kumkina dabata afosha kumkina dabani afosha dabata dubartota umu aymani karshi kuma shanguma jinni jirin juro galatoma ufada mufjirada isijala ne sinkabani isinkabana jinnan itan suralimo hasanat baratuna hasanat woralo kesuma kabajati wolelo kesuma dabku pesejiti ayatu rufiasira abatu rufiasira mamuddo jar sabiya waidu rufiasira wante namo takani simada jiti azir tabakati. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nidikir bijamu bismillah bamanat basit qadik kanyan rahmanna barakat. الحمدو إيال كل خونو بانبت برسولهم يورد سلامنا إذنر جدمي إلالو الحمد لله هر أقوم تينيا سمان إلهي بوريفيس أبدين تينيا سيقوب الله كنسي در بجر ديبيه هندفو نمي أبدي كبكا يوم دين كفو الدنيا قباب دودير كسمي دفا Atau pada hujan kita si tafa, mereka nama tu darbekan hujuru dafi. Sentuh seni tanah jadi ayahnya, adunya rujuru dafi. Jagmo bawa kat terwajah zari buta iskina zuraju. Kongrat.
هو جزء من رحلتك للوصول إلى أهدافك وأحلامك.
بسيطة، ربما سمعته من قبل كثيرا. انظر إلى الطفل الصغير عندما يبدأ بتعلم المشي، كم مرة وقع على الأرض وكم مرة بكى من شدة الألم، ولكنه لم يستسلم، حاول مجددا ومجددا حتى وقف على رجليه وخطى خطواته الأولى، وربما عاد ووقع مجددا، ولكنه أيضا نهض مجددا ولم يستسلم أبدا. لماذا؟ لأن الاستسلام ليس موجودا في الفطرة البشرية. الاستسلام فكرة أنت وضعتها في رأسك، أنت صنعتها، أنت ابتعدت عن الطبيعة التي خلق عليها الإنسان. لو كان الطفل قد فكر مثلك وقال بأنني لن أستطيع المشي أبدا، لو قال بأن المشي ليس لي، ما كان الإنسان قد مشى على هذه الأرض. الحياة سباق طويل، ربما ستصل متأخرا، ولكن إذا بقيت مركزا ومحتفزا بحماسك ستصل بالتأكيد. الحياة مليئة بالمفاجآت، ربما أنت قريب جدا جدا من تحقيق حلمك، ولكنك تقرر الآن أن تستسلم. ستشعر الآن بأن استسلام ومتابعة حياتك العادية البائسة هو الخيار الأفضل والأسلم، ولكن لا، فإن هذا هو الوقت الأفضل لتنهض مجددا. ضع رجلا على الأرض ثم الرجل الأخرى، ودع يديك على الأرض لوضع بكل معوتك من قوة. تذكر حلمك وستقف مجددا بالتأكيد، وستقف أقوى من ذي قبل. انهض بنفسك ولا تنتظر من أحد أن يمد لك يد المساعدة. قلتها قبل المواساة قلها مجددا، ما لا يقتلك يجعلك أقوى. نعم، ما لا يقتلك يجعلك أقوى. انهض من القاء، فالقاء مستهيل. أخبر بكل من راهن على فشل بأنه ما لا قضى. لا تتخلى عن حلمك الكبير وتابع طريقك. Oh, my God.